إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن التغذية المفرطة، أيضا بسبب كميات مفرطة غير متوازنة من الأغذية، ولا سيما النشويات والسكريات والدهنيات لمدة طويلة، مما يؤدي إلى السمنة المفرطة في أثناء فترة المراهقة. أيضا ظاهرة متابعة التلفزيون والكمبيوتر لفترات طويلة، حيث يعني ننصح عدم تناول الطعام أمام التلفزيون لعدم الإفراط والتعود والتكيف والاستدامة المفرطة وتفشي الحالة. أيضا ظاهرة الطعام السريع الجاهز مثل الهامبرجر والكولا ومع السكريات ومع الأصناف الأخرى الكيميائية ممكن تسبب زيادة في الوزن وإفراط وإدمان على المواد. أيضا ننصح باستشارة أخصائي التغذية في هذه المواضيع المهمة، وهذه بعض الإشارات العامة التي تخص هذا الموضوع. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس، وكان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.